بعد النقاش وتقديم مختلف مراحل التصرف في معضلة النفايات بصفاقس منذ غلق المصب المراقب بمعتمدية عقارب سنة 21 و2000، تم خلال جلسة عمل التأمت بمقر وزارة الداخلية ضبط خارطة طريق محددة في الزمان وملزمة لكل الهياكل المتدخلة في المجال حسب الاختصاص، وذلك بهدف التسريع في إرساء منظومة التثمين ومعالجة النفايات المنزلية. كما أسفرت الجلسة التي أشرف عليها وزير الداخلية كمال لفقي وبحضور عدد من الإطارات العليا لوزارات الداخلية والبيئة والمالية عن تحديد كلفة التدخل من خلال تجميع الإمكانيات المالية واللوجستية بما يمكن من تجسيم متطلبات خارطة الطريق، إضافة إلى اعتماد مقاربة أمنية تدعم مجهود الدولة في الإنجاز الفعلي للبرامج وتحقيق التعهدات لكسب ثقة المواطن. كما تضمنت خارطة الطريق نقطة تتعلق بضرورة احترام الآجال المضبوطة والتزامات الدولة، وذلك من خلال الانطلاق في أسرع الآجال في بلورة الحلول الجذرية عن طريق إرساء منظومة تقوم على تثمين النفايات ومعالجتها. هذا وستتولى لجنة جهوية يشرف عليها المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس يعهد إليها بإيجاد الحلول لمختلف الإشكاليات التي من شأنها التأثير على تطبيق ما جاء بخارطة الطريق.